اجتمع رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل مع مدير شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم مناقشة آلية نقل مهام تسجيل وترخيص السفن الصغيرة من وزارة الداخلية إلى وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناء على المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع الخطة النهائية والجدول الزمني لعملية نقل المهام، حيث تم تحديد موعد استقبال المراجعين في مبنى وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 2020. وفي الختام نذكر